حقيقة استعراض بعض القضايا الرئيسية اللي وردت في التقرير. أنا ما أحاول أطول علشان حضور حقيقة هذا العدد من المتخصصين، ممكن نفتح الباب للنقاش. بس الموضوع تقرير ديوان الرقابة المالية حقيقة يعني بما يسلط عليه من قضايا، في عدة جهات تعتبر مسؤولة عن هذه القضايا، بعضها يتعلق بفساد واضح، بعضها يتعلق بسوء إدارة، وبعضها يتعلق ب يعني قلة خبرة، أو يعني نستبعد النوايا السيئة ولكن نقول قلة الخبرة والدراية في إدارة أمور الدولة ممكن تؤدي إلى هذه الظواهر، وبعضها لا، واضح أن في شبهة جنائية وفيها فساد. حقيقة منظمة الانتصار اللي هي مسؤولة، اللي هي هيئة تضم كل دواوين الرقابة المالية، وضعت معايير دولية لديوانة لدواوين الرقابة المالية. يعني أولا يجب أن تكون الإطار الدستوري للديوان يضمن له الاستقلالية التامة، لذلك يجب أن تكون مرجعية للسلطة التشريعية، يجب أن تكون هناك استقلالية لرؤساء الدواوين بحيث يتم تعيينهم أيضا من قبل مجلس النواب مثل ما قاعد يصير في الكويت. أيضا صلاحيات الجهاز الرقابة يجب أن يكون هناك في رقابة يسمونها رقابة لاحقة ورقابة مسبقة. مثل ما تفضل السيد، أنا شفت على موقع ديوان المحاسبة في الكويت يعني تقارير من 2017 عبارة عن 8 أجزاء، وكل جزء متخصص في رقابة معينة، بعضها خاص بالرقابة المسبقة، بعضها خاص بالرقابة اللاحقة، بعضها خاص بالمؤسسات الملحقة بالحكومة، بعضها خاص بالمؤسسات في القطاع النفطي، يعني في عديدة تفاصيل كثيرة. أيضا المبدأ الرابع هو حق الوصول غير المقيد للمعلومات بحيث يغطي كافة الأجهزة بدون تقييد نهائيا، يعني بما في الأجهزة الأمنية والعسكرية. حق إعداد التقارير في كل الأوقات، يعني مو فقط أن تقرير سنوي، لا، في ممكن أن لو هو يتبع النواب ممكن يكلفون النواب بوالله اليوم عندنا مشكلة طيران الخليج، في عندنا هذه الموارد المالية، في عندنا كذا، في عندنا كذا، ليش ما تعد تقرير خاص وتقدمه للنواب. أيضا تحديد محتوى التقرير، وهذا اللي راح أتفصل فيه شوي. أنا يعني اليوم قاعد عندي ملاحظات أطرحها في هذا اللقاء، أنه حقيقة صياغة التقرير ديوان الرقابة المالية صياغة عمومية ولا تقود إلى مساعدة السلطة التشريعية ولا حتى الإعلام ولا حتى الجمهور للوصول إلى يعني تحط إيده على المسؤول حقيقة عن كل هذا الظواهر الفساد أو الأخطاء اللي قاعد تصير في بعض أجهزة الدولة. وراح أعطي مثلين في هذا الموضوع. المثل الأول الفقرة الخاصة بوجود العجز في الميزانية، والمثل الثاني الخاص بالعجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية. فيما يخص المثل الأول، لو نقرأ الفقرة اللي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية حول العجز، بعد ما استعرض تفاقم العجز من 2012 إلى 2016، يقول التقرير أنه يرجع حال الزيادة المطردة خلال السنوات إلى عدة أسباب، هي الاعتماد على الإيرادات النفطية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب تراجع أسعار النفط. يعني هو قاعد يتكلم من 2012 إلى 2016، بينما احنا نعرف أنه أسعار النفط انخفضت من بعد منتصف 2014. فيعني في 2012 ما بالعكس كانت في زيادة كبيرة في إيرادات النفط، وبالتالي مثل هذه الصياغات حقيقة لا تقود إلى يعني تلمس الأسباب الحقيقية، رغم أن التقرير يعني يقر حاليا أن الجزء الأكبر من الاقتراض يذهب إلى تسديد الفوائد والأقساط وليس لاستثمارها في المشاريع. مثل ما قلت يعني مثل هذه الصياغات، أولا تتجاهل الجانب الوجه الآخر من سبب العجز وهو زيادة المصاريف، وليس فقط
انخفاضات الإيرادات. كنا يعرف أنها بالذات بعد 2011 هناك في زيادة كبيرة بالذات في المصاريف الأمنية والعسكرية. أيضاً اتطرق إلى جهات حكومية اقتربت خارج حسابات الدين العام ولكن دون أن نسمي هذه الجهات الحكومية. أيضاً تقرير ديوان الرقابة المالية لا يتحدث عن غياب قانون للدين العام، لا يتحدث عن وزارة المالية لا يوجد لها حتى دائرة لإدارة الدين العام، لا يضع أي خطوط استراتيجية للدولة يقترح فيها معالجة الدين العام. يعني مثل هذه العموميات والصياغات هي تقود إلى تكرار مثل هذه الملاحظات دون الوصول إلى حلول جذرية في هذا الجانب. أيضاً لو نتطرق إلى يعني أيضاً لم يتطرق الفقرة أنه ليش إحنا كضلينا نقترب مثل ما تفضل الأخ، حتى في السنوات اللي حققنا فيها فائض واستعرضناه في ندوات سابقة أيضاً ضلينا نقترب. فيما يخص المثل الثاني اللي هو العجز الاكتواري، يعني طبعاً ذكر أنه العجز الاكتواري في نهاية 2016 وصل 10.9 مليار بزيادة نسبة 73%، هو يتطرق إلى بعض المقترحات العمومية يجب يطالب الدولة بأن يجب أن تضع حل، لأن هناك تداعيات اجتماعية خطيرة قد تؤثر على الحياة الكريمة المتقاعدين مما سيتطلب تخصيص ميزانية ضخمة لسد العجوزات. ويتطرق في فقرة أخرى لأداء شركة أملاك وقال أن استثمارات العائد على الاستثمارات جدا متواضع يتراوح بين 1.1 إلى 2.7 ما بين 2012 إلى 2016، وذكر أن السبب الرئيسي يرجع في ذلك إلى عدم استغلال 19 أرض تمثل قيمتها السوقية 74% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الأراضي التي تديرها الشركة لصالح لأيها، خلاف أرض أخرى مغمورة بمياه البحر تقع بمنطقة قلالي تبلع مساحتها الإجمالية 9 ملايين متر، يعني هذه تقريبا ممكن لو اندفنت تصير عليها مدينة كاملة. رغم هذه الفقرة لكن التقرير يعني ما حاول يفصل بين العجز الاكتواري في الصندوق العام اللي هو مفصل اساسا في تقرير ديوان تقرير هيئه التامينات الاجتماعيه حوالي 6.4 صندوق الموظفين الحكومه و4 مليار العجز الاكتواري في صندوق القطاع الخاص، ما حاول يقول لنا ليش العجز الاكتواري في صندوق الموظفين تقريبا مره ونص اكثر، رغم ان الموظفين في القطاع الخاص هم ضعف الموظفين في القطاع العام. ليش؟ ورغم ان الاشتراكات ايضا في القطاع العام 21% وبينما في القطاع الخاص 15%، مع هذا العجز الاكتواري في صندوق القطاع العام مرة ونص، يعني ما يحاول يحلل هذه القضايا، ما حاول ايضا حتى العجز الاكتواري كمبلغ، يعني ما حاول يخضع للتحليل. هو يعني معقول ان تعطي تقرير ديوان رقابه المالية تقول هذا العجز هو راسا ياخذ فيه كمسلمات، ما يناقش ما يحاول يعني يختبر الفرضيات اللي وضعتها. ايضا التقرير لم يتطرق الى حجم المخاطر الماليه التي تهدد الحكومه في حال العجز، لان حسب تقرير تامينات اجتماعيه مجموع المزايا التامينيه لسنه 2016 نصف مليار دينار، وبالتالي يعني لو فرضا يعني عجز هذا الصندوق الحكومه عندها اعباء اضافيه سنويه بمقدار نصف مليار دينار. ايضا التقرير هو صح قال عدم استغلال الاراضي، ولكن ايضا لم يذكر لنا لماذا لم يتم استغلال الاراضي؟ شو السبب اللي يمنع يعني من استغلال الاراضي؟ التقرير ما تناول توصيات مع الشركة الاكتوارية اللي هي منشورة في الجرائد، يعني شركة مليمان هذه اللي كلفتها هي التأمينات الاجتماعية لوضع الدراسة الاكتوارية، متوقعين انه سنة 2028 يصير العجز الحقيقي في التأمينات،
ويطالبون طبعا بزياده الاشتراكات الى 32%. وبالتالي يعني وضعوا عده مراحل، انه حدث في عام 2016 المرحله الاولى من العجز، و2019 بتكون مرحله ثانيه من العجز، اللي هي يعني ان المزايا اللي تدفعها راح تفوق مو بس المصاريف، المصاريف زائد الايرادات من الاستثمار. ايضا لم يناقش التقرير هذا الجانب، لم يناقش التقرير التوصيات اللي وضعت من برلمان 2002، يعني ماذا تم عليها؟ هل تم تنفيذ هذه التوصيات؟ كانت مجموعه من الاراضي اللي اخذتها الدوله من التامينات الاجتماعيه، هل تم استرجاعها للتامينات؟ هل تم تنفيذ التوصيات كلها اللي وضعت في ذلك الوقت من قبل اللجنه اللي شكلت، سواء ما يخص الاراضي او ما يخص الاستثمار او ما يخص ب اللي اريد اخلص له من خلال الملاحظتين، انه انا اشوف ان تقرير ديوان الرقابه الماليه بعده يعني ياخذ جانب عمومي ويتحمل عدم الاشاره بشكل دقيق الى الجهات المقصره او الجهات اللي تقف وراء قضايا الفساد. وايضا نرجع الى منظمه، اختتم بها هذه المداخله، منظمه الانتصار وضعت معايير لتقارير ديوان الرقابة المالية تلتزم فيها قبل إجراء عملية التدقيق وأثناء التدقيق وبعد التدقيق. يعني قبل التدقيق يعني لا يصير حاليا إننا في تلاعب في اختيار القضايا، إحنا علبة هذه السنة موجودة في التقرير بشكل بالآلاف، لكن علبة كان عندها مشاكل قبل 3 سنوات بمئات الملايين، تم استثناءها من تقرير ديوان الرقابة المالية في ذيك الفترة. بينما احنا هذا التقرير الجديد لم يتم التطرق لطيران الخليج مع انه هي قضية مهمة. فمن الذي اختار هذه القضايا ليضمنها التقرير؟ من الذي يغفل عن قضايا ويركز على قضايا؟ يعني هل هذا يترك للديوان فقط هو اللي يقرر ان يجب ان يكون هناك في سلطة تشريعية تختار هذه القضايا؟ ايضا القضايا التي تم اختيارها هل هي مهمه من الناحيه الماليه؟ هل تمثل مبالغ كبيره؟ هل تمثل مخاطر حقيقيه للاقتصاد؟ يعني مو يجب ان فقط ان تكون اختيار عشوائي، اليوم شنو الاولويه للاقتصاد اللي المفروض يتناولها تقرير ديوان الرقابه الماليه؟ هذه اللي يجب ان يتم الاختيار على هذا الاساس، وليس فقط تختار هذا ضيع 5000 وهذا 10000 وهذا 15000. يجب ان تكون هناك في مشاورات حتى مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الاعلام في اختيار القضايا التي يتم تضمينها تقرير ديوان الرقابه الماليه. اثناء التدقيق طبعا الانتصاري حطت معايير محاسبيه حقيقه وافصاح لرقابه الاداء والرقابه النظاميه ولكافه انواع الرقابه يجب ان الالتزام فيها في التدقيق والافصاح. بحيث يتم يعني تسمية الأشياء بأساميها بشكل محدد. وأيضا أثناء التدقيق يجب أن يكون في حقل الوصول إلى كافة المعلومات والوصول إلى كافة الأجهزة، ويصاغ هيكلة التقرير ولغته وخطابه بشكل يسهل التوصل إلى توصيات محددة تساعد السلطة التشريعية. أما بعد التدقيق فمثل ما تفضلوا الأخوة الأعزاء يجب أن يكون هناك في تشريع يسمح للجمهور والإعلام الاطلاع على هذه التقارير، ويكون هناك في قنوات رسمية أن يشارك في مناقشة هذه التقارير، ويجب على الديوان أن يقيس ردات فعل الإعلام والجمهور تجاه التقارير اللي يوضحها. أهم من هذا أن يكون هناك في خطة مدافعة للتوصيات، هذا الخطة تكون ملزمة للجهات أن يجب أن تنفذ ما يخرج عن التقرير من توصيات. وايضا يكون هناك في لجنه دائمه في السلطه التشريعيه تجلس مع ديوان الرقابه الماليه وتناقش هذه القضايا. انا حبيت بس هذه النقاط بشكل سريع استعرضها علشان نفتح الباب للنقاش، وشكرا جزيلا.